مشاهدي الكرام في كل مكان، أسعد الله بالخير أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف صحة وألف خير. منذ انقلاب الميليشيا الحوثية المسلحة في 21 سبتمبر 2014، وحكومة الشرعية عالقة بين المنفى وبين العاصمة المؤقتة عدن، عدن التي لم تتهيأ فيها الظروف السياسية والأمنية الملائمة لعمل حكومي مستقر ومستدام. يرجع جزء من عجز الحكومة عن أداء وظائفها لخدمة المجتمع إلى العلاقات غير السوية بين مكوناتها، وإلى التناقضات السياسية والأمنية بمستوياتها المركزية والمحلية، فضلاً عن النزاعات المناطقية والجهوية إذا صح التعبير، ومع تعقيدات الملفات الاقتصادية المتعلقة بحياة ومعيشة المواطنين، يكتنف الوضع مزيد من الغموض والفساد وغياب الشفافية والحوكمة حسب تقارير محلية ودولية. كما أن مراوحة المعركة الوطنية بين اللا حرب واللا سلم أضرت بوزن الشرعية كثيرا، بل شجعت الاعتداءات الحوثية التي فرضت واقعا اقتصاديا جديدا يحرم الحكومة من تصدير النفط ومواجهة التزاماتها إزاء الشعب. وفي تفاصيل الأزمة وتعقيداتها، يعاني المواطنون في عدن وفي المحافظات المحررة من قصور الخدمات الضرورية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وخاصة أيضا انقطاع الكهرباء في فصل الصيف الحار في عدن والمحافظات الأخرى، وانعكاساته على كافة مناحي الحياة. لمناقشة هذا الواقع والتحديات التي تواجهها الحكومة الشرعية وضعف أدائها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المحررة، نستضيف الأستاذ أسامة الشرقي، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام في الحكومة الشرعية والمحلل السياسي والناشط المعروف، فأهلا به وبكم في فضاء الحقيقة. وكل عام وانت بخير، وعيد اضحى مبارك عليك. كل عام وانت بخير، تحياتي لك وللساده المشاهدين قناه اليمن اليوم ولطاقمكم العظيم الذي يقوم بادوار بارزه في هذه المرحله المفصليه التي غابت فيها البوصله عن كثير من ربما المتابعين للشان اليمني، ولكن اليمن اليوم تعمل بطريقه ممتازه وبخط وطني جيد جدا. نشيد بالخطاب التي تنتهجه هذه القناه، كل عام وانتم بخير وعشر مباركات علينا جميعا. شهادة نعتز بها سيدي الكريم من إعلامي أيضا ووكيل في الشرعية. ولكن أستاذ أسامة، أنا أتابع من حين لآخر كل تغريداتك وكل متابعاتك للملف اليمني بصورة عامة والمناطق المحررة بصورة خاصة. طالبت في تغريدة لك بإبعاد ملف الخدمات عن التجاذبات السياسية، ترى ما هي طبيعة تلك التجاذبات برأيك؟ للأسف الخدمات تستخدم في اليمن بطريقة سياسية، وبينما المفترض أن الخدمات لا دين لها ولا حزب لها ولا توجه لها ولا منطقة. الخدمات هي وظيفة الدولة الأولى، وإذا افترضنا بأن الدولة عبارة عن مؤسسة، فمهمتها الأولى هي أن تقوم بتأدية الخدمات التي عليها، فيما بعد المكونات داخل هذه المؤسسة على قيادتها. الطرف الآخر دائما في ملف الخدمات هو المواطن، ليس حزبا ولا جهة ولا جغرافيا ولا نظام حتى، وبالتالي لا يصح تحت أي ظرف من الظروف، سأكون صريحا بشكل أوضح، يعني بعيدا عن العموميات التي أنا دائما أحاول أن أسوقها، ملف الخدمات ملف لا يخص الانتقالي. ملف الخدمات هو ملف يقع على عاتق الحكومة تجاه المواطن، علاقة مواطنين بحكومة. ما الذي يدفع مثلا في مرحلة من المراحل عندما اعترضت السلطة المحلية في محافظة عدن على تردي الخدمات داخل عدن والمناطق المحررة، أن نسمع خطاب سياسي يقول بأن الانتقالي هو من يعارض سياسات الحكومة؟ يا أخي، ليس الانتقالي، هي هم المواطنين يعانون، والسلطة المحلية هي أول مؤسسة في مواجهة هؤلاء المواطنين تبنت مطالبهم، وإن لم تتبنى مطالبهم لثار المواطنين ضدها في المقام الأول. وبالتالي أنا منذ اللحظة الأولى وفي ظل التجاذبات التي حصلت سواء من ناشطين الانتقالي أو الناشطين التابعين للحكومة الشرعية، أنا يعني دفعت في اتجاه أن تكون الخدمات بعيدا عن التجاذبات السياسية
نفذوا الخدمات للمواطنين وبعدين سنحملكم كلنا أو كلكم على أعناقنا. جميل. إذن صيف حار ومواطن يعني للأسف يعاني وأكثر تضررا كما ذكرت، ولكن لماذا لم يتحقق برنامج عمل وطني موحد بالرغم من وجود مثلا شركاء في مجلس قيادة واحد يعني؟ طبعا شوف، مجلس القيادة الرئاسي لديه مهام سياسية معينة تم تلخيصها في إعلان نقل السلطة. مهمة الخدمات الأداء الحكومي هذا أمر يتعلق بمجلس الوزراء. مجلس الوزراء لديه قدر عالي من الانسجام ولديه وحدة في القرار، والدكتور معين عبد الملك مسيطر بشكل كبير جدا على آلية عمل مجلس الوزراء وعلى طريقة القرار داخله وعلى تنظيم الأعمال فيه. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن التجاذبات السياسية ربما في المستويات الأعلى في مجلس القيادة الرئاسي نحن نظلم ملف الخدمات، لأن الحكومة لا توجد فيها تجاذبات سياسية، يوجد فيها انسجام، يوجد فيها قرار موحد، يوجد فيها تنظيم كبير جدا. إذن السؤال لا يجب أن، أو بمعنى أدق، لا يجب أن نسأل عن التجاذبات، يجب أن نسأل لماذا الفشل؟ لماذا الفشل والحكومة منسجمة وتعمل في ظل قيادة واحدة وتعمل وفقا لخطة منهجة معدة مسبقا؟ لماذا الفشل؟ وبالمناسبة جميل، سؤال مهم أستاذ أسامة، معذرة للمقاطعة، برأي لماذا الفشل؟ هذا سؤال مهم جدا، لماذا الفشل؟ أنت واحد من أركان الشرعية إذا صح التعبير في وزارة مهمة جدا كوزارة الإعلام ووكيل مساعد فيها الحكومة، لماذا الفشل؟ هذا سؤال يوجه لكم أنتم. هي المسألة الآن، نحن عندما نتحدث عن الفشل له عدة أبعاد. إذا قلنا في هذا العام لربما تكون بعض الممارسات الحوثية تهديد موانئ تصدير النفط بالصواريخ البالستية الإيرانية التي تضربها ميليشيا الحوثي على موانئنا، أوقف عمليات تصدير النفط، هنالك شح في الموارد النقدية ونحن هذا نتفهمه، ولكن الأزمة متكررة كل عام. يعني الآن نحن إذا تحدثنا عن الفشل فنحن سنتحدث ربما عن عدم القدرة على التخطيط الاستراتيجي للأداء الحكومي الخدمي بشكل مناسب. مشكلة الكهرباء تتكرر كل عام ونحن نلوك هذه المشاكل، كل عام ونحن نستجر هذه المآسي التي تحصل في عدن والمناطق المحررة، كل عام، لا جديد، لا في فترة بن دغر ولا في فترة الدكتور. وبالتالي الفشل هو فشل في عملية التخطيط، وللأسف هنالك أعباء كبيرة قد وضعت على كاهل ملف الكهرباء تحديدا، يجعل من حل هذه المشكلة يحتاج إلى ثورة وليست مجرد إصلاحات. إذن ما ذهب إليه عضو مجلس الرئاسة الاستراتيجي لعمل الحكومة يا أخي، لو وفروا ما ذهب إليه عضو مجلس الرئاسة عبد الرحمن يعني ما أدري، هل المطالبة بإقالة الحكومة يعني وارد مثلا؟ أنت ذكرت أن هناك فشل وفشل تلو الفشل ويجر فشل تلو الفشل وعام بعد عام، معنى هذا أن هناك الآن مطالبة وضغط. أتى من خارج، معذرة، لابد من حل. الحكومة تعاني مشكلة الآن، وأنا للأسف لا أستطيع أن أقول بأن مشكلة الحكومة حتى سياسية. المشكلة السياسية لا تتواجد داخل الحكومة، هنالك انسجام بين أعضاء هذه الحكومة، قد تكون لديها يعني مطبات أو مشاكل تأتي من خارج الحكومة، ولكن الحكومة نفسها في داخلها لا تعاني أي مشكلة، قرارها واحد، تنظيمها واحد، قيادتها واحدة، رؤيتها واحدة. وبالتالي عندما تحصل أزمة من هذا النوع ومتكررة فنحن نتحدث عن فشل، لا يمكن أن نتحدث عن أعذار في ظل تكرار الأزمة كل عام. كما قلنا هذا العام ميليشيا الحوثي أوقفت الموارد، وحتى هذه إيقاف ميليشيا الحوثي للموارد دون إبداء أي ردة فعل حقيقية تجاه تصرفات ميليشيا الحوثي هذا ينم عن فشل. أيضا أن تعاني عدن والمناطق المحررة بهذا الشكل المأساوي والحكومة غائبة عن أرض الواقع هذا واحدة من أشكال الفشل. أن تعترض السلطة المحلية وتواجهها الحكومة بتصعيد سياسي هذه واحدة من أشكال الفشل.
عندما يتدخل اليوم مجلس القيادة الرئاسي لإصلاح بعض ما أفسدته الحكومة وإقرار تزويد عدن بالمشتقات النفطية، عزيزي أنور، عدن كانت ستنطفئ، ليست الإشكالية في الأزمة الحالية، حتى ما قام به المحافظ خلال الأيام الماضية كان لتفادي الانقطاع التام، كنا إذا أو قبيل لحظات من الخروج التام للمنظومة الكهربائية في عدن والمحافظات المجاورة لها نتيجة نفاذ كميات الوقود. أين الحكومة من هذا العبث؟ للأسف صمتنا كثيرا عن هذا الفشل وهذا الكسل وهذا القموض في أداء الحكومة، ولكن لا يجب أن يستمر. يا جماعة الخير، فشل الحكومة في أداء مهامها يعني بأننا يعني قبيل لحظات أو قاب قوسين أو أدنى من التهام الحوثي لنا، أن تتوقف الجبهات في مواجهة ميليشيا الحوثي وفي ذات الوقت نفشل إداريا، نحن نسلم أنفسنا وشعبنا وبلدنا لقمة سائقة لميليشيا الحوثي لتقدم نفسها بأنها المنقذ، وهذه الكارثة التي نحاول أن نرفضها بين الحين والآخر. هذا سياسيا. على المستوى الإداري، عندما تقوم السلطات المحلية بالحد الأدنى مما لديها من خروج على القانون، ممكنات من خروج على القانون بإيقاف الموارد هنا أو هناك، نقوم بالرد عليها بتصعيد سياسي. هذا أمر خطير جدا. الانتقالي لو أراد إدارة ذاتية لأعلنها في لقاء المشاورات الذي عقده داخل عدن أو في اجتماع الجمعية الوطنية الذي عقد داخل المكلا. الانتقالي لو أراد يعني الإدارة الذاتية كما يدعون لكان أعلنها أحمد سعيد بن بريك أو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وليس محافظ العاصمة عدن الذي اليوم لم يصبح حتى عضو في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بل هو في الهيئة التنفيذية كمحافظ ووزيرا للدولة. أيضا المحافظ هو وزير للدولة وهو عضو في مجلس الوزراء الذي يترأسه معين عبد الملك، وكان بالتالي يجب أن يتم حل المشكلة داخل أروقة مجلس الوزراء وفي إطار اجتماعات الحكومة. لكن أين هي الحكومة التي تجتمع حتى نقول لها حل المشاكل بهذه الطريقة؟ جميل. الهروب، أنا كنت أشيد بالدكتور معين عبد الملك يا أستاذ أنور، أنا كنت أشيد به بأنه في عز الأوضاع الأمنية داخل عدن لم يقادر، لكن في عز الأزمة الخدمية يهرب له. هذه المشكلة التي لن إذن نرضاها الأزمة ما ولن زالت نقبل محتدمة هكذا. أن الأزمة محتدمة أستاذ أسامة، الأزمة محتدمة بين الحكومة وسلطة عدن المحلية، ولكن هناك من يرى بأن الأزمة ليست في السلطة المحلية والحكومة، بل هي بين المجلس الانتقالي والحكومة. التصعيد جاء من المجلس الانتقالي ولم يأتي مباشرة، ومن ثم يعني جاء من السلطة المحلية. كيف تقرأ هذا أنت؟ لم يكن هناك تصعيد من المجلس الانتقالي إطلاقا. هو محافظ عدن كان في لا عبد الرحمن المحرمي للسلام عبد في الرحمن لحاج. ال 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 أنا 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 على اطلاع يا أستاذ أنور، تفضل. أنا على اطلاع. دعك من عبد الرحمن أبو زرعة. عبد الرحمن أبو زرعة لديه مشكلات في ملفات كثيرة، وليست ملف الكهرباء وفي تعاطيه مع دولة الدكتور معين عبد الملك. أنا أفهم الموضوع، لكن فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء تحديدا، لو كانت الأزمة سياسيا لما تراجعت السلطة المحلية وقالوا بالحرف الواحد بأننا ممتثلين. والله العظيم إننا كنا يعني قاب 4 ساعات من يعني انهيار منظومة الكهرباء داخل عدن. أنا مطلع على المسألة ومتواصل مع مدير المؤسسة العامة للكهرباء في عدن الأستاذ سالم الوليدي، ومتواصل أيضا مع الأستاذ المحافظ، وحاولت قدر المستطاع أن أتواصل مع رئيس الحكومة دون جدوى لكي نصل أو نعرف أو نفهم يعني ما هي تبعات هذا الإهمال الذي حصل للخدمات داخل عدن. أنا أكلمك الآن وأنا أتصفى بعرق يعني في داخل العاصمة المؤقتة عدن، لأني أعاني من هذه الظروف، ولا يعني بأننا موظفين في الحكومة أو أعضاء فيها أو بأن نتجاوز المأساة التي تحصل. دعنا من هذا، لنقل بأني لا أعاني وأنا أعيش حالة رفاهية كتلك التي يعيشونهم. لنناقش الموضوع من جانب آخر، جانب سياسي. أن تقدم الحكومة الشرعية نفسها بهذا الشكل المهدرئ الضعيف بعد سنوات، ونحن الذين كنا نأمل أنه بعد اتفاق الرياض وبعد اتفاق نقل السلطة أن يكون هنالك نقلة في الأداء الحكومي
وإنهاء حالة الانقسام والاستقطاب التي كانت جارية التي أثرت على الخدمات خلال المراحل الماضية، أيضا دعم الأشقاء الذي لم تحصل عليه الحكومات السابقة. هذا يجعلنا نقول بأنه أيضا هذه واحدة من مقومات نجاح الحكومة، أيضا حالة الاستقرار السياسية إلى أخ إلى أخ إلى أخ. إجمالا كل هذه الأمور لم تثمر أي نتائج حقيقية. ما الذي تريدونه أن نصل لكي يقدم الحوثي نفسه هو النموذج والنموذج الأفضل في مواجهة الحكومة الشرعية وفصائل العمل السياسي الوطني كلها مجتمعة؟ أنا في اعتقادي، بل أنني موقن بأن مجلس القيادة الرئاسي لا يمتلك حالة الانسجام التي تعيشها الحكومة. إذا ما السبب لهذا الفشل؟ يا جماعة الخير، نحن عندما نتحدث عن فشل في العلاقات الدولية لربما تكون له أسباب متعلقة بالغير، عندما نتحدث عن فشل في مسألة إدارة المعارك العسكرية سنتحدث ونقول بأنه فارق القدرات العسكرية والجغرافيا وإلى آخره، لكن فارق عندما نتحدث عن فشل في الأداء وفي الخدمات هذا دليل عجز يا جماعة الخير. نحن نتحدث عن حكومة يرأسها اليوم شخص مدني وشخص قادم يعني من داخل الحكومة نفسها، كان وزير ونائب وزير، وهو شخص محل احترامي الشخصي وتقديري. وبالمناسبة بالإمكان للدكتور معين عبد الملك أن يلعب دورا أكبر مما هو مقيد فيه الآن، ولكن نحن نريد أيضا أن نفهم، لأننا لا نفهم ما هي المعوقات التي تعطر الطريقة. يعني في الأخير أنا لا أفهم، يعني لا أفهم في ظل يعني أزمة الكهرباء المتكررة ما الذي تعمله الحكومة؟ طيب الأزمة هنا أستاذ أسامة، هل الأزمة مالية؟ لا نريد أن نفكر سياسيا يا أستاذ أنور، نعم، ونقول أن هنالك دوافع يعني سياسية وراء الموضوع. لا نريد أن نقول بهذا الشكل، ولكن نقول فشل. أنا عندما أقول فشل فأنا أفترض حسن النية يعني في أداء الحكومة. لكن يعني مثلا الآن هل هذا الفشل الذي ذكرت وذكرت مسببات لهذا الفشل أيضا، هل من منطلق أن الإيرادات مثلا الجانب المالي ربما قد واحد من المعوقات في الوقت الذي أنت تذكر بأن هناك مساعدات وهناك هبات وهناك دعم للخزينة العامة للدولة، هناك موارد ضريبية وجمركية، وهناك كثير يعني أبسط الأشياء الضرورية للمواطن وهو الكهرباء يعني النور، كيف هذا الأمر يستقيم؟ صحيح، فقط نور. ونحن يعني مشكلة الكهرباء في عدن تشبه كارثة الكهرباء تشبه كارثة كورونا في مراحل ما، هي تؤثر على حياة الإنسان. الناس اليوم يتساقطون في الشوارع يعني جراء درجات الحرارة العالية، وبالمناسبة نحن بلغنا درجات حرارة لم تبلغها المناطق المحررة من قبل نتيجة حالة الاحتباس الحراري وكثير من الظروف أيضا التي يعانيها العالم، ولسنا نحن استثناء من هذا العالم. وأيضا نحن نعرف بأن الحكومة الشرعية تعاني من ضائقة في الموارد، إيقاف تصدير النفط في مصر، وأن الموارد لديها كثير يعني كثير من البنود التي يجب أن تصرف فيها. ولكن في ظل هذه الحالة يجب أن يتم التعامل مع الأزمة التي تعيشها المناطق المحررة وتحديدا الساحلية كحالة طوارئ. أنا قلتها في قناة الحدث قبل يومين بأنه يا أخي تعاملوا مع المسألة وكأنها إعصار ضرب المناطق المحررة، يعني مثل ما تم رفض مثلا خزينة محافظة شبوة في مرحلة ما من الصراع السياسي بأربعة مليار للنهضة الدفع بالتنمية داخل هذه المحافظة لكي تمثل نموذجا في مواجهة عدن في ذلك الحين. يا أخي ادعموا الآن الكهرباء بهذه المبالغ. نحن أيضا نعاني من مشكلة تدهور سعر العملة، سعر العملة يتهاوى. أيضا نعاني من مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة هذا التدهور سعر العملة. نحن نعاني كثير المسائل هذه كلها في قدرها هناك حالة فشل. لو قلنا أن المسألة هي في منع تصدير النفط، إذا من واجب الحكومة أن تعمل على حماية هذه الموارد إما عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ما شئتم أن تسموه. يعني في الأخير المواطن البسيط لا يعرف إلا خدمة تصل إليه، ولن يستوعب كل هذا الكلام الذي نقوله. قال لي إياها مذيع قبل يومين في إحدى القنوات، قال لي ربما المواطن حتى لا يسمعك، وفعلا كثير من المواطنين لا يسمعوني الآن. ما صحيح، لا سيصل هذا الصوت يا أستاذ أسامة إن شاء الله، سيصل هذا الصوت اليوم إلى أكثر إلى أبعد مدى إن شاء الله، لأنه الأزمة هذه لم تعد حكرا على أبناء محافظات عدن، ولكنها أصبحت اليوم يعني مشكلة يمنية بحتة، لأنه
المتضرر كما ذكرنا هو المواطن البسيط الذي يعيش في بيته يفترض آمنا يعني، ولكن هناك من يرى أن تتعلق الأزمة اليوم كما ذكرنا توريد موارد مالية، هل أنت ذكرت بأن المورد حتى المالية أيضا ليست مشكلة، المشكلة في الفشل في الأداء في إدارة، ولكن هناك من يرى أن البنك المركزي اليوم لا تورد إليه الموارد في عدن يعني، أو تم وقف الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن يعني، هذا يعتبر عدم التزام بقانون النفقات المالية الحكومية، وهذا ربما حجة للحكومة بأنه ليس لدي موارد، وهناك الآن توقف في إرادة الدولة الأساسية إلى خزينة الدولة. هذه المأساة أو هذه الأزمة هي استمرت لمدة أيام أو إذا قلنا ساعات نتيجة عدم التفاعل مع أزمة الكهرباء ونفاذ كميات الوقود، والمفترض الآن بأنها بعد قرار مجلس القيادة الرئاسي وامتثال السلطة المحلية لهذه المقررات الصادرة عن مجلس القيادة أن تكون هذه الأزمة انتهت، بمعنى أنها لم تعد شماعة يعلق عليها أي فشل لاحق، لأن الفشل سابق على عملية إيقاف هذه الإيرادات، وبالتالي هذه لم تعد قضية بإمكاننا الآن أن نناقشها، نحن سنناقش منذ اللحظة هذه أو منذ لحظة إصدار قرار مجلس القيادة الرئاسي للسلطة المحلية بسرعة التوريد، وقد أعادته أنا في اعتقادي، سنناقش مسألة الخدمات وإلى أين ستمضي، سنناقش مسألة الأداء الحكومي وإلى أين سيمضي. أنا كنت أتمنى، وقد كنا استمعنا إلى خبر كاذب وتعشمنا فيه خيرا، بأن يكون دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك قد عاد إلى عدن بعد انتهاء الأزمة، لكن لا، هذه اللحظة لم يحصل شيء. أنا ربما أنا لا أريد أن ألتمس لأحد أعذار لأن الأزمة كبيرة، ولكن ربما لأنه لا يمتلك حلول. طبعا الكهرباء الآن داخل عدن يعني حوالي 4 ساعات بساعتين، يعني هذه كهرباء يعني المفترض أن يكون تحسن. تمام، هذا أمر مهم وغاية، لأن هناك سؤال حول هل ضاقت الهوة الآن اليوم إلى حد ما بين السلطة المحلية المجلس الانتقالي بين المجلس الرئاسي والحكومة، خاصة بعد التسريبات بأن رئيس الحكومة عاد إلى عدن. أمر مهم، أنت سبقتني في الطرح هذا الأمر يعني، وأنا أسألك مجددا يعني لم يعد إلى عدن بل كانت تسريبات وفقط إشاعة؟ لا، كانت تسريبات ولم يعد رئيس الوزراء إلى عدن حتى هذه اللحظة، ولو كانت الحكومة متواجدة في عدن ويعني معالي الوزير محافظ العاصمة عدن هو عضو في مجلس الوزراء لكان استدعوه حلوا المشكلة داخل مقيلقات يعني بكل بساطة، لكن الغياب والمنافي كما قلت أنت في المقدمة تجعل من الأزمات معقدة وتجعل من الأزمات أزمات سياسية، لأننا لا نملك مجالا سياسيا يجعلنا نحرك الملفات الجامدة، من ناهيك بالملفات المتحركة مثل ملف الخدمات، ملف الأمن، ملف الاستقرار، ملف الحرب، ملف. طيب في ظل لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن نحقق أي نجاح في ظل هذا الحالة من الهروب، هروب ليس لا إلى الأمام ولا إلى الخلف، هذا هروب إلى 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 دس الرؤوس تحت التراب كما تفعل النعام للأسف. يا أخي واجهوا مشاكل الناس، واجهوا معاناتهم، وأنا أعرف وأنتم تعرفون بأن المواطن اليمني يتحمل ما لم يتحمله أي مواطن في العالم. صحيح. لكن في الأخير يريد أن يشعر بالحد الأدنى من المسؤولية يعني في التعاطي مع هذه الملفات. أستاذ أسامة، يعني في ظل التعقيدات هذه لمسألة الخدمات وهي أبسط ما يمكن يقدم للمواطن، يعني مناطق محررة، دعم لا متناهي، قوات متواجدة، مجلس رئاسي، حكومة مكتملة الأركان يفترض، مناطق تنعم يفترض بالأمن والاستقرار إلى حد ما، ورغم ذلك نجد فيها هذه التعقيدات وهذا القصور في هذه الخدمات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ أين هو البرلمان؟ أين هو مجلس الشورى؟ يعني الرقابة على أداء الحكومة والسلطة المحلية أين هو هذا؟ أين هي من هذا كله ما يجري؟ أنا المفترض أني أقول لك إجابة على هذا السؤال لا تعليق، لكن إجمالا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهامه معروفة، وهو يرفع تقاريره إلى الجهات المعنية، وهي تقارير لا تحظى بالنشر والمتابعة إلا متى ما تم تسريبها مثلا من أعضاء مجلس النواب، وهذا اللي يحصل كان في العادة وفقا للنظام القانوني اليمني. البرلمان غير منعقد للأسف، وأزمة البرلمان يجب أن تحل،
بد أن يعود البرلمان هذا إلى الانعقاد، ومن العاصمة عدن، لابد أن يعود، يعني بعيدا عن المزايدات السياسية. هذا البرلمان إذا عاد إلى الانعقاد سيراقب أداء الحكومة، سيصدر القوانين والقرارات، سيحل كثير من القضايا العالقة. أيضا أنا في اعتقادي وأنا موقن بأن أعضاء البرلمان اليمني هم أيضا من الأشخاص الذين هربوا إلى الأمام. أنا لماذا أقول بأنهم هاربين؟ سيتعلل الكثير بأن لديه ظروف تمنعه. يعني أنا كنت عايش في صنعاء، وكنت موظف في صنعاء، وخرجت من صنعاء بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي. لماذا لم أغادر البلد؟ أنا جلست في عدن في الأخير واخترت هذا الخيار، وأنا أعرف بأن الخيار هذا لديه مسؤولياته. أنا يعني أعاني مع الناس، وأنا أفكر بطريقتهم، وأنا أعيش معهم. صحيح لربما يكون أوضاعي المعيشية أسوأ من غيري، ولكن هذا هو الوضع الذي يجب أن نعيش فيه. يعني هذا الوضع الذي يعني يجب أن يعيش فيه أي مسؤول وأي حديثك هذا أستاذ أسامة يدعو بصوت عالي أنه لابد أن تتواجد الحكومة بكل وزرائها، بوكلائها، بقوامها، بعتادها، بعدتها ما فيش عنف. في هذه المناطق، تكون قريبة حتى من المواطنين ومن يعيش في خدماتهم، هذه المناطق وتعيش المعاناة وسخرت هذه الذي لديهم يعيشها المواطن. يعني وسخرت لديهم من المقدرات ما أن يعيشوا أفضل من بقية الناس. المطلوب منهم فقط أن يعيشوا هنا، يخزنوا مليح ويأكلوا أكل مليح ويستأجروا بيوت مليحة. طبعا هم ما بيبنوش بيوت ولا أي حاجة، صحيح الإمكانية ليست درجة إلا من كان فاسدا في هذه المراحل، ولكن للأسف يعني يعيش وسط الناس. يا أخي أنت متبني وظيفة عامة وأنت خارج البلد، أنت متبني، أنت يعني تشغل وظيفة عامة وأنت غائب. يعني طيب ليست أستاذ يعني عارف أسامة في بعض في المؤسسات سؤال يشتغلوا واتساب، أما صح. كثير من المسؤولين لا يعملون شيء. يعني سؤال يحضرني بشكل دائم، يعني أنه هذه الحكومة لم تحظى سابقاتها بأي دعم زي ما حظيت به هذه الحكومة على مدار 7 سنوات الماضية أو 8 سنوات الماضية. يعني يفترض دعم لوجستي، دعم سياسي في المواقف، في حتى في استتباب يعني الوظيفة العامة لرئيس الوزراء وحكومته. هذا الدعم اللامتناهي، هناك وراها ايضا دول الاقليم، مثلا المملكه العربيه السعوديه، دوله الامارات العربيه المتحده ودول اخرى، يعني تقف كعامل مساعد وتدعم بما تستطيع به لنجاح المفروض هذه الحكومه. اين برايك تذهب هذه التبرعات الدوليه، المساعده، جهود مشروع الملك سلمان، الهلال الاحمر الاماراتي، كل هذا اين يذهب برايك؟ يا أستاذ أنور، أي جهد لا يحظى بحرص وإدارة لصيقة لن يؤتي ثماره. طبعا نحن نعرف بأنه برغم هذا الدعم إلا أن المشاكل التي منيت بها هذه الحكومة أكثر من غيرها من الحكومات السابقة، وليست يعني هذه المشاكل التي حصلت على الحكومة طارئة. مثلا يعني إيقاف تصدير المشتقات النفطية، ارتفاع سعر العملة، التضخم الحاصل في البلد، هو نتاج السياسات السابقة. أي نعم، ولكن كان بإمكان القائمين أو بإمكان الحكومة أن تقلل من وطأة هذه الآثار وهذه النتائج إذا ما تحملت المسؤولية. للأسف حكومة الدكتور معين تفتقد للآليات اتخاذ القرار بشكل سريع. يعني بن دقر أي نعم كان متسرعا إلى حد كبير، ولكنه كان مسؤول. الدكتور معين نعم مسؤول، ولكنه بالهوينة، بعض المسائل لا تحتمل التأجيل، وكثير من المسائل لا تحتمل التأجيل ولا تحتمل التسويف. ارتفاع سعر العملة اليوم إلى يعني 1400 ريال يمني للدولار الواحد بدون أي حلول، بدون أي معالجات. هذا ناهيك عن التحويلات، ناهيك عن التحويلات ما بين مدينة ومدينة في داخل الوطن الواحد. يعني الفوارق في التعامل كارثي. يعني اليوم أنت عندما تحول من عدن إلى صنعاء يؤخذ عليك 70% من يعني هذا التحويل المالي البسيط، يعني والعكس كذلك. يعني كل هذا يعني تحت مرأى ومسمع الحكومة، وليس هناك من يحرك ساكنا. أنت ذكرت أيضا بن دغر، وأيضا رافق مرحلته بعضا من الفشل، ولكن كان كما قلت إلى حد ما كان ضابط للأداء في ما يتعلق بالقضايا العامة، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والمشاكل، وهذه كان هناك ملعق. ولكن
يعني هناك من ينظر إلى الأوضاع الحالية بصورة أخرى، يعني أن دولة الدكتور معين عبد الملك يعني مرنة، وربما يعني وجود عائق المجلس الانتقالي أو بعض المكونات الموجودة، المخاوف الأمنية الموجودة داخل عدن تلعب دورا أيضا في هذا، في عدم الاستقرار، حتى نجانب بعضا من الحقيقة. طيب إذا قلنا بأنه المجلس الانتقالي كان عائقا ربما في مراحل سابقة، اليوم هو من يحمي حكومة مهنة عبدالبي، كيف أنا أفهم هذا العائق الذي يحميها وتحراسة آخر بوابة أمام عاشق يعني يقف عليها جنود تابعين للمجلس الانتقالي؟ هذا ما يطرح، يعني ليست عائق، وأعضاء المجلس هذا يعني أنا فاهم أن هذا ما يطرح، لكن هذا عذر يعني. إن كانت عائق يا أخي انتقل إلى محافظة ثانية وقاتلها، إن كنت تريد ذلك، إن كنت تريد أن تدعي ذلك، لكن المجلس الانتقالي هو جزء من هذه الحكومة، أيضا هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني، يعني هذا العائق لا يصح التعلل به في هذه المرحلة، من المعيب أن تتعلل به وهم شركائك داخل الحكومة، إما أن يكون لك موقف واضح منهم، وإما أن تبطل أعذار يعني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك فرق يا عزيزي ما بين عدم اتخاذ القرار بالأمتي، يعني في كثير من القرارات المتعلقة يعني اليوم مثلا قل لي، هناك نحن لدينا عدة مستويات من القرارات المرتبطة بالحكومة، هناك قرار مجلس الوزراء وهناك قرار رئيس الحكومة، وهذا قرارين أو شكلين من أشكال القرارات مختلفة جدا، هذا له قضايا وهذا له قضايا أخرى. اليوم كيف سيجتمع مجلس الوزراء في ظل قيام الحكومة ليتخذ قرارات هامة مثل معالجة قضايا الخدمات والأزمات واتخاذ قرارات استراتيجية؟ كيف سيتم وهم غايبين؟ يعني هذه مسألة لا ترتبط بالتعني، هذه مسألة ترتبط بالظروف. اسمح لي أستاذ أسامة نطلع مسألة ترتبط بالتعطيل. اسمح لي أن يعود مجلس الوزراء ويجب أن يجتمع. عذرا سيدي سوف نقف مع فاصل قصير ونعود إليك أستاذ أسامة، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام في فاصل قصير، ونعود إلى السيد أو الأستاذ أسامة الشرمي وكيل وزارة الإعلام المساعد في هذا الحوار المهم والأكثر أهمية للمواطنين بدرجة أساسية. كونوا معنا ومع هذا الفاصل. كان مهم جدا أن نستعرضه
ما يجري حاليا في المناطق المحررة التي تفتقد إلى كثير من الخدمات وإلى تدهور هذه الخدمات وإلى شرعية وحكومة متخبطة، بوصلة منحرفة كما ذكر ضيفنا العزيز الأستاذ أسامة الشرمين. نرحب بك مجددا أستاذ أسامة. كيف، ما أدري إذا سألتك هذا السؤال، يعني هناك من يرى بأن الشرعية اليوم بتمثيلاتها الرئاسية والحكومية والنيابية في طريقها إلى التآكل، يعني هل أنت مع هذا الكلام؟ لا، الشرعية حاجة عظيمة يا أستاذ. الشرعية ليست لا تقبل التآكل، هي تتجدد، والمؤسسات لا تعني الأشخاص. في الأخير الأشخاص زائلون والمؤسسات باقية، والخدمات هي المعيار الأول لنجاح الأشخاص أو فشلهم، المعيار الأول. ثم لا، أنا أقصد الشرعية، شرعية ما بعد 2011 إذا صح التعبير، يعني هي ذاتها شرعية ما قبل 2011 وما قبل 94. هي شرعية واحدة، هي عبارة عن مؤسسات يتغير الأشخاص فيها. أنت تتحدث عن السلطة، ربما السلطة السياسية القائمة تغيرت وتبدلت كثير من المرات. والسلطة القائمة في اليمن، من جمالها أنها يعني غير خاضعة للامتلاك، لا للعائلي ولا للامتلاك المناطقي ولا للامتلاك السلالي ولا إلى آخره. وهذا ما يجعل اليمنيين اليوم كلهم يتكتلون في مواجهة جماعة الحوثي. يعني اليمنيين ليش يواجهون جماعة الحوثي؟ لأن كل واحد منهم يريد أن يصبح رئيس أو خليفة؟ لا، لأن اليمني يرى بأنك لن تحكمني أنت وأولادك وكأني سخرة لك أو ملكية خاصة. هذا ميزة قيمة الشرعية، ولهذا نحن نقف إلى جانب الشرعية وسنبقى مع هذه الشرعية، لأنها هي الحاضنة لكل يعني ما يمس كرامتنا، أو هي الحاضنة لكل ما يحترمنا كأشخاص وكبشر في هذه البلد. فإجمالا الشرعية شيء عظيم، وعلينا أن نفرق ما بين الشرعية وما بين الحكومة، ما بين الدولة وما بين السلطة. وأنا ربما في هذه المسائل متشدد قليلا، لأننا عندما نهدم فكرة الدولة نحن هو ليس الهدف من سؤالي ليس الهدف من سؤالي أستاذ أسامة، معذرة المقاطعة، أنه نتحدث عن الشرعية كمؤسسات أو الحكومة كمؤسسات، هي المؤسسات قائمة ووفقا للدستور اليمني، ولكن هنا نتحدث عن السلطة المحلية المنتخبة المباشرة من قبل الشعب في 20 سبتمبر 2006. ماذا تبقى منها؟ من يدير السلطة اليوم المحلية في المناطق المحررة؟ يعني اليوم احنا جينا وفق توليفة، وفق أشياء، اتفاقات معروفة، يعني وأنت تعرف هذا يعني جيدا. يعني أنا أتحدث هكذا، يعني اليوم هل أتفق معكم؟ اليمن خاضعة لمرحلة تمديد، والتمديد يعني تمديد سريري، تمديد نيابي، تمديد محلي، تمديد في كل شيء، كل شيء يتمدد في اليمن للأسف. وحتى المشاكل تتمدد في اليمن، ولا يمكن أن نصل إلى حل يا عزيزي أنور، لأننا لم نحسم أي قضية منذ العام تقريبا 2009-2010، لم يتم حسم أي مشكلة، يعني لا مشكلة المجلس النواب إلى آخره. وأنا أريد هنا أن أشدد على مسألة هامة جدا، بأننا يجب أن نطوي يعني صفحات المراحل الماضية بكل مآسيها، لأنها هي ما أوردتنا إلى هذه المرحلة. المراحل الماضية كان فيها الكل يهاجم اليمن، وهو معتقدا بأنه يهاجم غريمه، حتى أصبحنا وجاءنا هذا يعني الكاهن من داخل مران ليحكم صنعاء. يعني تتخيل معي عزيزي أنور بأنه عبد الملك الحوثي يحكم صنعاء؟ يعني تخيل الكارثة اللي وصلنا بها إلى أين. يعني إحنا كنا نتمنى بأن نصبح دولة ديمقراطية وحقوق وحريات، وما نشتيش على عبد الله صالح لأنه ديكتاتور ولأنه يعني يحاول يورث، وفي الأخير يأتينا كاهن مران هذا لكي يحكم البلد بهذه الطريقة السلالية العصبوية، ويتدخل حتى في عبايات البنات. أنت شايف الكارثة اللي وصلنا لها؟ نحن كنا نهاجم علي عبد الله صالح، نحن كنا نهاجم اليمن، ونحن معتقدين بأننا نهاجم سلطة علي عبد الله صالح في تلك المرحلة. أي نعم، للرجل أخطاء ولنا أخطاء أيضا في عملية المعارضة وعملية النضال ضد ممارسات النظام السابق. إجمالا هذه من المشاكل التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة. ونحن اليوم لماذا أنا في بداية السؤال حاولت أن أفرق، لأني أعاني نفسيا أنا من هذه المشكلة. حاولت أن أفرق ما بين الشرعية وما بين السلطة، ما بين المؤسسة وما بين الشخص، لأننا في مراحل سابقة لم نفرق وتراكمت المشكلات حتى انتهت البلد.
ولا زالت كثير من الأصوات لا تفرق حتى هذه اللحظة، ومنهم رفاقنا سواء كانوا في الساحات أو في الحراك الجنوبي أو في غيره من المؤسسات، واليوم أيضا معنا زملائنا يعني في المؤتمر الشعبي العام أيضا لا يفرقون ما بين الدولة كدولة وما بين المؤسسة كمؤسسة وشرعية وما بين السلطات. عبد الرب منصور راح وجاء بعده رشاد العليمي وسيذهب وسيأتي بعده من سيأتي، لكن قيمة الدولة يجب أن تبقى ويجب أن نحافظ عليها، ويجب أن يفهم من يتربع على عرش السلطة في اليمن بأن مصيره يجب أن يكون في خدمة هذا البلد وليس العكس، وليس مصير اليمن يجب أن يكون في خدمة. على ضوء الحديث ما الذي فعلته اليوم ميليشيا؟ على ضوء ما ما ذكرت الذي فعلته ميليشيا الحوثي عزيزي أنور؟ نعم، أنها سخرت اليمن لخدمة مشاريعها هي وإيران. يعني مثلا على العكس تماما، وأنا هنا سأشيد مثلا بموقف الرئيس عبد الرب المنصور هادي، وسأشيد موقف الرئيس علي عبد الله صالح عندما وصلت البلد إلى طريق مسدود سلموا السلطة، لكن عبد الملك الحوثي لا يريد أن يستخدم البلد لخدمة أغراضه وأغراض سلالته وعائلته وإيران. على ضوء هذا الحديث يا أستاذ أسامة اسمح لي، على ضوء هذا الحديث يعني هناك يلوح في الأفق أن يعني وصلنا إلى ممكن نقول إلى طريق مسدود فيما يتعلق بحسم الأمور والذهاب إلى صنعاء وقريبة يا صنعاء، واليوم السلام هو الحديث السائد اليوم عند الجميع يعني حتى عند الدول الداعمة والدول الإقليمية وحتى العالم يعني والدول المانحة والدول دائمة العضوية والذهاب إلى السلام وطاولة الحوار. هل برأيك يعني يمكن أن يتحقق ذلك مع وفقا لهذه المعطيات التي ذكرت وفقا لهذه الرؤية الحوثية لليمن وحكم اليمن؟ جميل جدا يا عزيزي أنور. طبعا أنا أعول على أن هذه الأمور لن تستمر وهذه الحالة لن تستمر. أي نعم، ربما الإقليم والعالم مقتنع في ظل فترة بايدن بأن السلام هو الحل. كيف السلام هو الحل؟ مثلا نعطي صنعاء لميليشيا الحوثي، تنسحب هي؟ لن تنسحب. ولهذا أنا سأقول بأنني لا أعول على همة اليمنيين ولا على موقف العالم، أنا أعول على يعني عنقهية وأخطاء جماعة الحوثي. لن تلتزم بأي عملية سلام، لا للمصلحة اليمنية ولا للاتفاق مع دول الإقليم ولا مراعاة لمصالح العالم ولا حتى إيران. يا عزيزي أنور، نحن نفهم عندما تنصب جماعة الحوثي إمام علم، هذا يجب أن يخضع له جميع المسلمين، والله العظيم حتى لو حالفتهم السعودية يجب أن يخضعوا لعبد الملك الحوثي. المسألة ليست اعتباطا، نحن عندما نقول بأن جماعة الحوثي جماعة لا يمكن التعايش معها، جماعة يقودها السيد العلم بحسب رأي المذهب الزيدي يجب أن تقود العالم الإسلامي. لا يصح أن مواطنا شنقيطي في موريتانيا لا يطيع عبد الملك الحوثي. أي نعم، لربما تكون اليوم الظروف الدولية تجعلهم مجبرين على الانحصار داخل اليمن، وإن لم يقضى عليهم داخل اليمن والله سيفجر الحرب في كل مناطق العالم. اليوم يعني للمعلومية هنالك خلايا حوثية في السودان، هي إلى الآن تمارس تجارة الكبتاجون وتهريب السلاح وبيعه، لكن هذه الخلايا معناه أن لدى هذه الجماعة مشاريع للوصول إلى هذه البلدان. هنالك خلايا حوثية في نجران وجيزان وعسير، ونحن نعرف هذا الكلام. هناك خلايا حوثية موجودة داخل عمان، أنا نعرف هذا الكلام، ولديهم أملاك حتى داخل عمان. إذن مشروع توسعي كبير ونحن بحاجة إلى مواجهة. أين هو المشروع الوطني لمواجهة هذا؟ مشروع توسعي، المشروع الوطني قائم مفكك للأسف، ونحن للأسف يعني خلال المراحل الماضية رهن القرار بشكل أو بآخر لغرفة العمليات المشتركة في الرياض، وهذا أمر جيد جدا، لكن يجب أن يكون كان لدينا الحد الأدنى من الالتزامات الوطنية التي لا يمكن الخروج عليها، والضغط على الحلفاء والضغط على الأشقاء بغية الوصول إلى تحقيقها. يعني في الأخير أوكي، أنا وأنتم حلفاء وقرارنا مشترك، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بجماعة الحوثي. نحن نسمع كثير نغمة تقول بأنه جماعة الحوثي أصبحت أمر واقع، جماعة الحوثي أبدا لن تكون أمر واقع، حتى داخل المذهب الزيدي نفسه ليست أمر واقع، والمذهب الزيدي هو واحد من المذاهب الإسلامية الإنقلابية التي لا تدور فيها السلطة إطلاقا إلا أن يخرج السيد شاهرا سيفه. لابد أن تكون هذا مذهب إنقلابي، وبالتالي حركة الحوثي ليست حركة حقيقية.
ربما أقول لك بأن التعايش مع المذهب الزيدي أمر حتمي، صحيح حتمي، يجب أن تمدن هذه المذهبية بعد أن عسكرت خلال مرحلة الحوثي، تمدن هذه الطائفة وثم التعايش معها أمر حتمي، لا خلاف في ذلك. لكن مع جماعة الحوثي، جماعة الحوثي هي جماعة مسلحة متمردة باغية منفلتة، لا يمكن التعايش معها، والتعايش معها معناه كتعايش طالبان مع تنظيم القاعدة داخل أفغانستان. ستستخدم اليمن كمنصة لضرب دول الجوار والعالم، حتى وإن كانت لدينا حكومة سواء يقودها رشاد العليمي من داخل صنعاء أو مهدي المشار، سيستخدمها عبد الملك الحوثي، سيستخدم اليمن وأراضي اليمن ومقدرات اليمن لضرب دول الجوار والعالم، لأن هذا المشروع توسعي. والرجل يقول بأنه يرى جبريل كل ليلة ينزل عليه ويقرأ عليه سورة البقرة، يعني تخيل أنت المسألة إلى فين، يعني يحكمنا شخص لديه ذهان، هذا الذهان خطير جدا، واحدة يعني هذه واحدة من الأعراض الناتجة عن أمراض النرجسية العالية جدا، والتي قد تودي بصاحبها إلى المهالك، ما بالك ما يكون صاحبها هذا يحكم شعب. كارثة كبيرة جدا، علينا أن نقبل فكرة التعايش مع ميليشيا الحوثي، وعلى القوى الوطنية في تحالفها مع الأشقاء أن يكونوا واضحين. طيب أوكي، نحن نريد السلام في اليمن، لكن ميليشيا الحوثي لا مكان لها. نتفاهم مع إخوتنا في الطائفة الزيدية، في الجماعة الزيدية، في المذهب الزيدي، على العين والرأس، ونحن متعايشين في ظل الجمهورية، لم نتعايش معهم أبدا سلميا في غير الجمهورية. طيب يعني هم حكام والشعب الباقي عبارة يعني عن أتباع وسخرة، هذا نتعايش في ظل الجمهورية اليمنية والانتخاب وصلت داخل الفكرة الصدر. وصلت الفكرة أستاذ أسامة، يعني عودة إلى موضوع عنوان الحلقة، لأنه أنت أيضا يعني أشبعت لي هذا الموضوع، وهو موقف الشرعية وموقف موقفك أنت حتى كمواطن يمني من مسألة السلام وحدوثه مع الحوثية بمعطيات جديدة، بهذه الرؤية التي ذكرت، بتفكيرهم الذي تجاوز كل الممكنات داخل اليمن. لكن إذا ما عدنا إلى موضوع الحكومة والشرعية والمشروع الوطني، ونحتاج إلى سنوات أخرى جديدة حتى نصل إلى توحيد الصف الوطني، لليوم لم نستطع توحيد هذا الصف. هل برأيك يعني فقدت الحكومة مثلا ثقة المانحين والممولين الدوليين والإقليميين بسبب مثلا هذا الفساد، هذا الفشل، سميه ما شئت، يعني تخيل أنت اليوم الجبهة متوقفة، الهدنة سارية، الحوثية تمدد، الحوثية يعني يمدد بمراكز صيفية وأيضا بتجيش الشباب، وكأنه مقبل على مرحلة أخرى قادمة من الحرب الضروس، والجماعة نايمين والمشروع نايم والصف الوطني يتفتت، ثم ماذا بعد؟ أنا على يقين بأننا نحن بحاجة إلى تغيير في الحكومة، نحن بحاجة إلى تغيير، هذا أمر قطعي. وبالمناسبة أنا يعني لا أحب، ولكنني أعرف بأنه إذا كان هنالك من حل فنحن سنشهد تغيير جذري في هذا الحكومة، وأتمنى أنا بأننا نشهد هذه المراحل قريبا، لأن المسألة تأزمت. ومسألة التغيير لا تعني تغيير رئيس الوزراء فقط يعني، أو تغيير أعضاء الحكومة، نحن بحاجة إلى تغيير الآلية التي أنتجت من خلالها هذه الحكومة، وأن يكون لدينا طرف مسؤول. هذا الطرف المسؤول يجب أن يتحمل نتائج، وأن يتحمل نتائج حتى سياسات الجماعات السابقة والحكومات السابقة، لأن المشكلة تراكمت، والحرب هي إما أن تحسم أو أن تتعايش مع نتائجها بالطريقة الأمثل. يعني مثلا عندما نتحدث نحن عن دول تعيش حالة حرب، العراق تعيش حالة حرب إما مع داعش وإما مع الأكراد وإما مع إلخ، لكنها في ذات الوقت يعني تحاول قدر المستطاع أن تعمل، يعني الحكومة سواء في كردستان أو حتى في بغداد، وفقا للإمكانيات المتاحة لديها، وتتعامل على هذا الأساس. نحن كان يفترض أن نتعايش مع هذه الفكرة، مش ليست حالة طوارئ فيما يتعلق باحتياجات المواطنين وحالة استقرار فيما يتعلق باحتياجاتهم. حالة طوارئ اجلس داخل عدن يا اخي، البس زي زيلينسكي، البس قرم رمادي واشوف العرق حقك، وانت
كل يوم داخل مترس وداخل جبهة، يعني حالة طوارئ فيما يتعلق كل يوم في دولة وكل يوم في، هذا الكلام لا يصح، لا يصح. يجب أن يتحملوا المسؤولية ولو مرة واحدة في حياته، لأننا نحن إذا الآن إما إنهاء جماعة الحوثي أو على الأقل، على الأقل الاستقرار في المناطق التي نسيطر عليها، استمرار الحرب خلال هذه المراحل كلها، استمرار حالة الشحن البغيض هذه، والشعب يراقب المسؤولين داخلين خارجين، هذه والله العظيم ستجعل النتائج وخيمة. وأن المواطنين اليوم لم يعودوا يمتلكوا تلك النوايا الصلبة وتلك الموقف الواضح ضد ميليشيا الحوثي، وبأن الموقف والرأي العام الداخلي على الأقل لم يعد كما كان قبل سنوات. علينا أن نكون أكثر وضوحا إما في الحرب أو في السلام. بدون هذا الكلام نحن نحاول أن نبيع الوهم على الناس ونحاول أن نمارس حركات نصكم للأسف. تمام، وصلنا إلى ختام هذا الحوار أستاذ أسامة. بقي سؤال أخير ووحيد، ما أدري مستقبل الملف الاقتصادي، ذكرت أنت أنه لابد أن يتواجد، تتواجد الحكومة بأركانها داخل المناطق المحررة حتى إذا أردنا أن هذا الملف أن يرمم، يصحح، يتعافى بعد أن أصبحت الشرعية كانت عاجزة عن تصدير النفط واستخدام المواد النفطية يعني، لكن هناك هو متاح يمكن أن نتعاطى معه كما ذكرت مثالا على العراق. لم توفق مثلا الحكومة في دفع منتظم لرواتب موظفيها، هناك أسباب، ما أدري ما هي الأسباب برأيك، لا العسكريين ولا المدنيين، الكل يشكو من عدم انتظام الرواتب وهذا أبسط الحقوق. كيف يمكن لنا في ظل هذه التداعيات، في ظل هذه المعطيات أيضا أن نقف حجر عثرة وأن نشهد مشروعا وطنيا ضخما حتى نواجه الحوثية، الحوثية المتغوغلة اليوم في أوساط اليمنيين وفي أوساط الكثافة السكانية اليمنية إذا صح التعبير، يعني يعني عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا مشاكل سياسية، عندنا عدم صف وطني، عندنا حتى في الخطاب الإعلامي الموحد أيضا لم ننتظم، ورغم ذلك نريد أن ننتصر على يعني طرف يحاربك بكل ما أتي من وسائل ولديه قرار واحد ومنظم. كيف يمكن هذه التوليفة أن نصنع منها تحولا جديدا؟ يعني نحن بحاجة إلى فاعلية عسكرية وهذه لا تتوفر، نحن بحاجة إلى يعني أنا كنت في مراحل سابقة ألتمس الأعذار إلى آخره، لكن يوما بعد خير أنا أبنى ربما من الرسل بحاجة إلى سجراء مدني، يمكن بحاجة إلى سجراء عسكري أو لم يكن عسكري حتى سياسي يمثل جهة سياسية بعينها، لأننا في حالة غياب تام، نحن الحكومة تعيش حالة غياب يعني لا على المجال السياسي وعن المجال العسكري وعن لا كارثة، وعن المواطنين ما يلتقوش بحد، ويش هذا؟ فين عايشين؟ فين عايشين؟ هذه حكومة، يعني إذا كنا نحن نعاني من في السابق من حكومة منفى، لا نعاني من حكومة غائبة يا أخي. لابد من العمل وإلا الحوثي سيلتهمنا، لا مجال للمجاملات على حساب المصالح الوطنية العظمى، وهذا ما يجب أن نقوله بصراحة، وأنا قلته لديك في هذه ولأول مرة أنا أكون صريحا لهذه الدرجة، لكن المرحلة تتوجب علينا أن نكون بهذه الدرجة من الصراحة ما لم نتحمل المسؤولية أمام أنفسنا وأمام الأجيال. الحوثي خطر داهم، ليست مسألة ننظر لها، إن لم نلتهم الحوثي سيلتهمنا، وهذه الحكومة لا تساعد على مواجهة ميليشيا الحوثي. شكرا جزيلا لك أستاذ أسامة الشرمي الوكيل المساعد في وزارة الإعلام في حكومة الشرعية على هذا الحوار وهذه الفرصة المتاحة لنا، ورغم أنها أيام عيد ولكنك كنت يعني ضيفا عزيزا مكرما في حوارنا بالتفصيل، شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة بمشيئته تعالى، ودمتم في رعاية الله، وهذا أنور الأشوال يحييكم وإلى اللقاء.